متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كازا سيتي. اليوم غنفتحوا على مقاطعة سيدي عثمان مدينة الدار البيضاء، خاصة بعدما راجع الحديث حول كاين واحد القرار ولا تم التفكير في تنقيل مجموعة من الأسواق داخل هذه المقاطعة. الأمر يتعلق بسوق الجملة تاع الخضر والفواكه وسوق الجملة تاع السمك وأيضا السوق تاع اللحوم. واش يعني كيفاش تفاعلت جمعية المجتمع المدني مع هذا القرار؟ واش هي القيمة المضافة في هذه المنطقة في حال ما تنقلت هذه الاسواق على هذه الاسواق المثيره للجدل في المقاطعه خارج مدينه الدار البيضاء؟ من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف السي عادل الفضيل، رئيس حركه نداء مقاطعه مولاي رشيد وسيدي عثمان. سي عادل الفضيل مرحبا بك. مرحبا بك اخويا السي بوستا، تحية طيبة للجميع والموقع ديالكم. كما قلت في التقديم هو ان بعض الحديث وبعض يعني الناس يتكلموا بان الاسواق الكبرى على مستوى مقاطعة سيدي عثمان غادي يتم التنقيل ديالها الى مناطق اخرى، باقي ما كاينش يعني شي حاجة رسمية، ولكن انتم كمجتمع مدني كيفاش تفاعلتوا مع هذا الامر هذا؟ وكما كيعرف الجميع وسكان الدار البيضاء كامل على ان الدار البيضاء كمجلس مدينه الدار البيضاء اختار انه غادي ينقل جميع اسواق الجمله خارج المجال ديال مقاطعه سيدي عثمان. هو امر يفرح ويحزن في حد ذاته. علاش يفرح؟ لاننا غادي نتهناو من هذيك الانهاك ديال داك اش كنسميوها والتبعات تاع الاسواق اللي كاينه في سيدي عثمان. يعني ينهك كما قلنا دوك المرافق البنيه التحتيه ودوك المرافق اللي كانت تتاكل العصا بهذا المفهوم، ولكن يسيء لان كنعرفوا باننا كاين واحد التجار، كاين واحد الناس العاملين في الاطار ديال هذه الاسواق هما من الساكنه او من القاطنين اللي جاوا تما ولجوا لساكنه سيدي عثمان. وكما تشوفوا ان تحويت عند الاسواق الكبرى في سيدي عثمان غادي يقلل المدخول على مستوى مقاطعه سيدي، المدخول المادي تنقص. هو اللي كنا كنناضلوا عليه بشحال هذه، وان ما كاينش عندنا مدخول من هذه الاسواق. يعني سيدي عثمان اصلا ما تستافش من الاسواق، ما كتستافش، كتاخذ منحه بحالها بحال باقي المقاطعات. يعني احنا ننتج مدخول لمجلس المدينه، ولكن في المردوديه ما كاين حتى شي حاجه، كاينه منحه بسيطه جدا كباقي المقاطعات بحالنا بحال المعاريف بحالنا بحال انفا بحالنا بحال باقي المقاطعات. انتم كمجتمع مدني واش تتحركوا في هذا الاطار؟ واش تبحثوا واش المعلومه صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ وشنو المبادرات اللي غتقدروا تاخذوا مستقبلا في هذا الاطار؟ كما قلتي في الاول واشرتي لي، راه فعلا راه ما كاينش شي حاجه اللي ثابته. كيقولوا راه غيمشيو لولاد صالح غينقلوهم سيدي مسعود، كيقولوا عاوتاني بوسكوره ولاد حجاج، يعني ما كاينش واحد المعطى ولا واحد الخبر يقين. غير هو اللي فاهمين حنا وعارفين بانهم غيبقاو داخل التراب الحضاري او داخل المجال الحضاري ديال مدينه الدار البيضاء، ان ما غتسمحش بواحد مداخيل هائله كتعطيها هاد الاسواق وغتخرجهم داخل التراب الجهه تاع الدار البيضاء او مجلس المدينه. كنظن غيبقاو في مجلس المدينه في المجال الحضاري ديال مجلس المدينه. بالنسبه كما قلتي بان الاسواق الجماعيه اللي كاين الان دابا في سيدي عثمان، يعني راه تتخدم مجموعه من ابناء المنطقه كما كان الحال، يعني سواء على مستوى سوق الجمله او سوق اللحوم او سوق تاع السمك. كيفاش تشوف هذا الامر؟ واش ياثر اذا تم الترحيل ديال هذه الاسواق هذه؟ واش ياثر على التشغيل داخل هذه المقاطعه تاع سيدي عثمان؟ هي راه ما تتخدمش بزاف ديال ولاد سيدي عثمان، ولكن على الاقل كاينين واحد النماذج. كنبقاو نهضروا انسانيا، كنا بغينا ما اكثر، لان عندنا اسواق كبيره وربما تقدر تمتص واحد البطاله بعدد اكثر. فاش نهضروا على سيدي عثمان نهضروا على مولاي رشيد، نهضروا على السبع نهضروا على السبع. كنقول انا القاطنين، لان هاد الناس اللي غيكونوا مرتبطين بهاد الاسواق اوتوماتيكمون ملي غادي يتحولوا غادي يمشيو يتابعوا. وهنا فين كيبان لينا ان هذوك الناس اللي خذاو بحال هاد القرارات كانوا يعني يجلسوا مع الممثلين لا ديال النقابيين لا الجمعيات اللي كاينه مكونه داخل هاد الاسواق، باش على الاقل يعرفوا التبعات لا الانسانيه لا الاجتماعيه لا الاقتصاديه. حيت واحد ما غديه ليه البوسكوره ولا غديه ليه سيدي مسعود ولا ما عرفتش فين غادي ربما يتحدد المكان الحقيقي ديال هاد الاسواق، ولكن غادي تكون تبعات. واش غادي يمشيو يقطنوا عاوتاني في مجال وغتزاد الكثافه السكان ديال واش كاين واحد السؤال اللي تيطرح البعض تيقول لك علاش التنقيل تاع هاد الاسواق هذه؟ اشنو الضرر اللي داير هاد الاسواق على مستوى مقاطعه سيدي عثمان؟ علاش زعما كاين غادي ربما يتخذ بحال هاد القرار؟ شوف كنا عارفين بان كاين روائح كبيره روائح يعني خايبه بزاف
توسيء وكتزيد في الامراض التنفسيه اللي كاينه في المنطقه. راه كلشي كان كيشم الريحه كاينه في اللمريم ولا في سيدي عثمان، كلشي اللي كتنتجها هاد المجازر ديال اللحوم. ما عرفناش هذوك لي برودوي اللي تيخدموا بهم بعض المرات. ناهيك على الازبال اللي كاينه ديك ديال المديونه، ناهيك على سوق السمك اللي كاين تما، ناهيك على يعني سوق الجمله هذوك لي زاكسيدون اللي تيكونوا. يعني كاين معاناه كبيره، وكاين راه كلشي كان كيقول لك بان طايره بقره كانت ما كتحيدش من اللمريم. هذه من جهه، ولكن انا كنت دائما تنقول بان هذوك راه شركاء. كان مجلس المدينه الدار البيضاء كان يبرك كمجلس، ولا كان لجنه مكلفه بان التنقيل ديال هذا يبركوا مع هاد التجار والمهنيين والحرفيين. راه كاين مول تريبورتور، مول السله كما كنقول لك، مول الشاريو، مول الميزان، كلشي هاد الناس خصو يتشاركوا في قرار تاع التنقيل. التنقيل باش يعرفوا اشنو هي التبعات. ما يمكنش انا غنقل واحد المرفق عمومي غنقلوا في هذا. ولكن واش فكرش في نفسيا هاد الانسان اللي كيكون كيسكن هنا وكيجي مع 3 الصباح ولا مع هذا، كيفاش غادي يمشي تما ولا غادي يتبعوا غير يتنقل؟ بحال ترانا حنا في قبل ما يجيو الاسواق في 86 لسيدي عثمان، ياك كانوا على تراب الصخور السوداء، كانوا على تراب تما، وملي تنقل في 86 كانوا ناس اللي ساكنين تما وعاود تنقلوا عا باش ولاو وحدين اخرين اللي تابعين لاله مريم. هذاك خدموا اشتغلوا. اللي نفرض حنا باش نمشيو للقدام المستقبل، يعني نديروا واحد الرحله نحو السنوات المقبله، واتخذ القرار تاع التنقيل وتنقلوا هذه الاسواق هذه. بالنسبه لك انت يعني كمجتمع مدني وك يعني فاعل في المنطقه، اشني النوع تاع المشاريع اللي تبغي دير في هذيك المنطقه؟ وبزاف المشاريع كنا حنا دائما تنطالبوا بها. اولا بحكم راه ربما حتى سمعتي كاين مشاكل ديال العقار، ربما العقار تما في المنطقه غادي يجيو مستثمرين ديال هذا، وغادي غادي غادي يستافدوا من هاد البلايص. على المنعشين العقاريين. وكتقال هذه، لان الهراويين راك عرفتي بزاف واحد الحزام على الهراوي، راه ولا سكن اقتصادي ولا المهم. وما نساوش راه كاينين واحد الناس اللي سكنوا في دوك ديال حي النور، راه بميزانيات هائله باش تبنى تما، وباش خلاو المساكن ديالهم ومشاو رحلوا. وكاين اللي كراهم، كاين اللي خلاه، كاين اللي سد. وتما المعاناه ديال هذا سوق الحوت وسوق السمك والبطوار ديال اللحوم. خاصنا الفضاءات الخضراء. ما عندناش فضاء خضراء، كله ولا عندنا اسمنتيه داك الشيء. ما عندناش داك ديال الالعاب ديال الاطفال. ما عندناش منتزهات بهذا المفهوم. ما عندناش مشاريع اللي مديره للدخل وتيخدم فيها الشباب اقتصاديه ولا ثقافيه والجمع. ما عندناش مركب ثقافي، ما عندناش حتى لا نابيك. هذيك المديريه ديال لا نابيك الا جيتي على مستوى مولاي رشيد كامله ما عندناش. وزادوا دابا ما عندناش حتى لاجونس ديال ليديك. يعني مقاطعه مولاي رشيد سيدي عثمان مهمشه من هاد المرافق. يعني هادوك البقع اللي غادا تدير يفكروا يديروا فيها شي مشاريع اللي ما كايناش عندنا وممكن يستافدوا منها الساكنين. سي عادل شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.